أين ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما نتأمل في قصص الأنبياء في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن الإنسان حينما يصاب بأي أذى أو بأي ابتلاء في الحياة فينبغي أن يستحي أن الابتلاء الذي أصيب به الإنسان فلن يصل إلى أقل درجة من الابتلاءات التي أصيب بها الأنبياء عليهم السلام. لو تأملنا مثلا في قصة سيدنا نوح عليه السلام، تخيلوا مثلا إنسان يغرق ابنه أمامه ومع ذلك لا يملك له من الله سبحانه وتعالى شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ينادى عليه اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لكنه رفض الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. هل تستطيع أن تضع نفسك في هذا الموقف وتجد حتى مش ليس بابنك وإنما أحد من أقاربك يغرق أمامك؟ ماذا سيكون موقفك؟ هذا ابنه ومع ذلك يغرق أمامه ومع ذلك صبر، بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. لما نتأمل مثلا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وأنتم تعلمون جيدا ما حدث لسيدنا يوسف عليه السلام منذ صغره، حينما تآمر عليه إخوته يا إن أبانا، كما قال الله سبحانه وتعالى إن أبانا لفي ضلال مبين، إخوة يوسف يتحدثون عن أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين، لأنه يحب يوسف أكثر يحب يوسف أكثر منهم، وفي نفس الوقت كادوا له وألقوا في غيابة الجب. تخيل إنسان سبحان الله يلقى في 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 ظلمات البئر ومع ذلك بعد أن ينجيه الله سبحانه وتعالى يصبح عبدا من العبيد، وبعد ذلك حينما تراوده زوجة العزيز يلجأ الله سبحانه وتعالى ويقول رب سجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه وزنه حتى حين. دخل سيدنا يوسف عليه السلام في السجن ولبث في السجن بضع سنين، وهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وقبل السجن بضع سنوات ألقي في غيابة الجب بعد أن تأمر عليه إخوته. كما قلت الإنسان حينما يصاب بأي أذى في الحياة ولا بأي ابتلاء في الحياة وينظر إلى هذه القصص في حياة الأنبياء اللي هم صفوة خلق الله سبحانه وتعالى أكرم الناس على الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وحينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء في سورة الصاد يقول الله سبحانه وتعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أخيار خلق الله الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى الأنبياء، ومع ذلك ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الابتلاءات. يبقى الإنسان حينما يصاب بشيء في الحياة، قلة عمل، قلة كذا، قلة مال، بمرض، بابتلاء، بأي شيء في حياته، لما يتأمل في قصة سيدنا نوح عليه السلام وجد أن ابنه يغرق أمامه ومع ذلك لا يملك له من الله سبحانه وتعالى شيء. لما تأمل في قصة يوسف عليه السلام الذي رمي في غيابة الجب وبعد ذلك رمي في غياهب السجود بضع سنين، مش أيام ولا شهور ولا كذا ولا كذا، ده بضع سنين. لما تأمل في قصة مثلا زي سيدنا إبراهيم عليه السلام لما يرمى في النار والله سبحانه وتعالى يأمر نار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم للأخسرين. سيدنا أيوب عليه السلام
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني بعد أن مسه المرض يعني سنوات طويلة، أن ليس أيضا سنة ولا 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 سنتين ولا أشهر، سنوات طوال، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا، بس بعد سنوات يستجيب الله سبحانه وتعالى، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله الإسلام معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا يونس عليه السلام، يعني تخيل مثلا أنت تسير في بلدك، يعني تسير إلى بلدك مثلا في الباطو ولا في الباخرة، ويقع حادث مثلا في الباخرة وتلقى في البحر ولا ترمى في البحر ويلتقمك الحوت، يعني لا تموت، يعني الإنسان حينما يموت مثلا في مثل هذه الأمور بينتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، إنما لما يلتقم الحوت ويظل في بطن الحوت أيام ولا شهور ولا سنوات، يعني ماذا سيكون موقفه؟ يعني تخيل الابتلاء الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به سيدنا يونس عليه السلام ويلتقم الحوت، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذا الأمر في سورة الأنبياء، ويقول الله سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ينادي الله سبحانه وتعالى ويسبح الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول عنه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه، يعني معنى ذلك أن الباقيات الصالحات والأعمال الصالحة تنفع الإنسان يعني في حالة وقوع الابتلاء، وذلك قال صلى الله عليه وسلم صنعه المعروف تقي مصارع السوء والآفات والمهلكات، وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيل في العمر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في قصة الثلاثة الذين وقعت عليهم الصخرة وسدت عليهم باب الغار، يعني كل واحد دعا الله سبحانه وتعالى بعمل صالح كان يعمله في سابق حياته، لذلك العلماء أخذوا من هذا الحديث أن الإنسان حينما يقع مثلا في كرب من الكربات ولا في أزمة من الأزمات فإنه يتوسل الله سبحانه وتعالى بأعماله الصالحة، توسل الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، بصدقة تصدقتها، بركعتين كنت تداوم عليهما في سبيل الله، ببرك بوالديك، بصلاتك للجماعة، بمحافظتك على الإيتام إلى بيت الله سبحانه وتعالى، أي عمل من الأعمال الصالحة. فسيدنا يونس عليه السلام يلتقم الحوت ويظل في بطنه ويناجي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ينجيه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين الذين يبتليهم ويدعون الله سبحانه وتعالى ويتضرعون إلى الله عز وجل. هي مثلا لو بلغت من الكبر عتية واشتعل رأسك شيبة ووهن عظمك، يعني مثلا وصلت إلى الثمانين وأنت لم ترزق بأولاد لا بذكور ولا بإناث، وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن سبحان الله، يعني الله عز وجل من ذي غريزة في الإنسان، المال والبنون زينة الحياة، زينة الحياة الدنيا والباقيات والصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة إلى آخر الآيات، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وذلك الصالحون يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين، فالذرية والأولاد يعني حبهم غريزة في الإنسان، والإنسان سبحان الله يتمنى أن يكون عنده، ولذلك الله عز وجل يقول لا ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو زوجا ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فلما يبلغ الإنسان مثلا سن الثمانين أو سن التسعين ومع ذلك يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزق الله سبحانه وتعالى بأولاد، هذا ما حدث لسيدنا زكريا، يعني وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، وأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهكذا يعني سلسلة من الابتلاءات تحدث للأنبياء اللي هم كما قال الله سبحانه عنهم وإنهم عندنا لما المصطفين الأخيار.
احنا بدأنا مثلا بقصة سيدنا نوح عليه السلام، يعني ابنه يغرق امامه، وسيدنا يوسف يرمى في الجب ويرمى في غياهب السجن، سيدنا يونس عليه السلام يلتقم الحوت ويظل في بطنه، وسيدنا ايوب يمسه الضر ويظل المرض به سنوات طويلات، وسيدنا زكريا عليه السلام يبلغ من الكبر عتيه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رزقه بعد هذه السنوات يعني سيدنا يحيى عليه السلام. الشاهد في كل هذا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مهما كانت نوعية الابتلاء الذي أصبت به، ينبغي عليك أن تتذكر هذه الأمور التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وستجد نفسك أنك لم تصب يعني بواحد من أصيب بها هؤلاء الأنبياء العظام أنهم صفوة خلق الله سبحانه وتعالى. وتذكر دائما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي في السنن بسند الصحيح: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، كما نسأل سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.